طيب الآن سنجري السحب ونختار أول فائز معنا، وقيمة جائزته 50,000 ريال يمني، وهو جاوب على سؤال أمس بشكل صحيح. بسم الله. مبروك لصاحب الرقم 00967771488872. مبروك لصاحب الرقم 50,000 ريال. إذن مبروك لصاحب الرقم 77148872. مبروك لك أول 50,000 عن سؤال حلقة الأمس. طيب الآن نختار الفائز الثاني، وأيضا قيمة الجائزة 50,000 ريال يمني، وأذكركم بالمعلومة الحزينة، 34,000 رسالة و374 وصلت للبرنامج، فقط اللي جاوبوا صح 3,128. نختار واحد أيضا من هؤلاء 3,128، ومبروك لك يا صديقي 50,000 ريال مقدما، مبروك. إذن مبروك لصاحب الرقم 00967771438. مبروك 50,000 ريال لصاحب الرقم 77114318. مبروك لصاحب الرقم 50,000 ريال. الآن نجري السحب ونختار الفائز الثالث، وقيمة الجائزة 50,000 ريال عن سؤال أمس، وكان السؤال في أي عام افتتحت مدرسة الثورة في المهلية في مأرب؟ كانت الاختيارات، الاختيار الأول 1986 هي الإجابة الصحيحة، الاختيار الثاني عام 1990، والاختيار الثالث 1962. نختار الفائز الثالث. بسم الله. ومبروك لصاحب الرقم 7141134960. مبروك لصاحب الرقم 7141134960. إذن مبروك لصاحب الرقم 50,000 ريال يمني أيضا، وهو الفائز الثالث معنا عن سؤال حلقة أمس.